عندنا في المنيو بتاعنا مهلبية البرتقال، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. المقادير على الشاشة يا أستاذة رحاب. حلو الكلام. برتقال، جوز الهند، بشرة برتقال، نشا، برتقال، جوز الهند، وبشرة برتقال كمان، وفانيليا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، والمقادير على الشاشة والصورة الحلوة مع البرتقال من خير أرضنا تتحدث عن نفسها. عيني، ادي النشا وادي بشرة البرتقال وادي عصير البرتقال زي الفل اهو. باخد عصير البرتقال زي ما هو كده اهو، بعمل ايه؟ بحط عليه بشرة البرتقال. ركزوا بس عشان المهلبية دي هتعجبكم شوية كده اهو. وهعمل حاجة ببشرة البرتقال دي دلوقتي حالا. هنحط البرتقال ده كده، الله على صوت البرتقال وانا في قلب الحلة، يا ويلي قلب الصغير لا يتحمل. حلو؟ اه. وانا خلصت. هنقلب البرتقال ده كده بالشكل ده كده. الطبيعة عشان اخد قوام البرتقال بحط جوز الهند. انا بحب جوز الهند تدوب جوه البرتقالة جوه المهلبية. بحط النشا. والله اختياري موضوع السكر ده، مخرجنا بيقول لي هتحط سكر. انا يعني بحب دايما لما الحلويات تكون قدامي بحب دايما السكر زيرو بصراحة يعني. وحتى الشاي والله العظيم بشربه من غير سكر. القهوة بتاعتي من غير سكر. كل ما قدرتي تبعدي عن السكر ابعدي. مصلحة. في أكل في حلويات زي ما أنت حابة. نقلب كده. ونسيبها على النار إحنا ونصيبنا بقى. بس أنت عرفت الفكرة أهو. تاخد القوام اغرفيها، بعد ما تغرفيها بتزينيها. بزينها بايه يا شيف؟ بجوز الهند وبشره البرتقال اللي عندي اهو، عشان نبقى عارفين خطوات عملنا ماشيه ازاي. باقي معانا مهلبيه البرتقال الجميله الحلوه. عينيا اهو، في سريعا اغرف اهو. اللهم صل على النبي. يلا نغرفها كده في سرفيس كبير سريعا اهو. مهلبيه البرتقال بجوز الهند مكانها هنا اهو، جاهزه معايا اهي 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 اهي. طبعا دي لازم تخش الثلاجه تاخد القوام اهو. الله الله، خلي بالك دي لما تخش الثلاجه في جو الشتاء بالظبط بعد نص ساعه هتاخد القوام اللي انت حباه. زينيها بقى بجوز الهند، جهزيها ببشره البرتقال حسب الرغبه اهو. شفت الحلاوه في قلبيها. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، بساطه سهوله مرونه، قدرنا ان احنا نرضي الصغيرين والكبار. بمناسبة سنة جديدة ويا رب نحقق أمالينا وأمنياتنا بإذن الله تعالى. لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا على الكرة الأرضية، لأن إحنا مش شايفين في العالم كله. يعني رؤية، فن، إبداع، كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.